استياء شعبي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على الفقراء في شهر رمضان المبارك، وعجز المواطنين وأصحاب الدخل المحدود عن شراء ملابس العيد بسبب ارتفاع وعجز الحكومة من منع تجار الأزمات وترك المواطن الفقير، مطالبين وضع حل للارتفاع المفرط. الزميل عبد الجبار مهدي لديه التفاصيل. تشهد مختلف أسواق جنوبية صلاح الدين كل عام قبيل حلول عيد الفطر المبارك لبيع الألبسة وافدا كبيرا من المواطنين والعائلات العراقية، وذلك من أجل اقتناء ملابس العيد، حيث تبينت آرائهم هذا العام بين مرحب بها وغير راض عنها، ويبقى المواطن البسيط والفقير يتخبط بسبب غلائها. أجواء رمضانية حلوة، بس شوية الأسعار اكو يعني ارتفاع بالاسعار، والله اسعار يعني بالملابس اكثر شيء، يعني اكو شوي استغلال بعض المحلات، فاحنا نطالب الحكومه المحليه تدخل يعني بتخفيض الاسعار وهل الله بالمواطن. والله انا جيت من الاسعاري، البلد تعتبر بلد الام، احنا ما عندنا وين نروح، التكريت بالليل مثلا لو سامره نجي على بلد ان شاء الله، فاحنا نطالب من الحكومه المحليه اللي بلد شويه تخفيض الاسعار. والله الفقير اللي والله يعني من يشتري؟ ما اعتقد يشتري. اليوم ارتفاع الاسعار يعاني من اداء كثير من المواطنين بسبب صعود الدولار، بسبب تخفيض قيمه الدينار مقابل الدولار، فالمواطنين اليوم يطالبون باعاده سعر صرف الدولار، لان هذا السعر ارتفاع سعر الدولار انعكس سلبا على المواطن، وبالتالي انه اليوم نشاهد في جميع الاسواق صعود كل المواد والاحتياجات اللي يحتاجها المواطن من ملابس، مواد غذائيه، وكل شيء يدخل في هذا التي تمس حياه المواطن. نطالب الجهات المسؤوله والمعنيه بالنظر بهذا الموضوع وتخفيض قيمه الدولار مقابل الدينار. مواطنو جنوب المحافظة طالبوا عبر فضائية صلاح الدين الجهة الرقابية بوضع حل لتجار الأزمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس بشكل كبير، ما أثر على حياة الطبقة الفقيرة وعجزها عن شراء نظرا بارتفاعها مقارنة بالعام الماضي. السوق والله بعد حال المواد والملابس صاعدة، يعني كانت الدشداشة ب 25 صاعدة على 40 ألف، والفقير هسه حاليا ما يقدر يشتري، ونطالب الجهات المعنية يعني تشوف حال هذا الظاهرة المنتشرة بآخر أيام رمضان قبل العيد، أكثر الناس احتاجت وما تقدر تشتري. نطالب من التجار والشيء المعني أنه هلا بالسوق وبالناس، والناس اللي ما عندها الله يساعدها. اليوم أنا عندي أقدر أشتري دجداشة وأقدر أشتري شيء، بس الباقي الغيري ما عنده، يعني ما يقدر يشتري الدجداشة بقيمة 40 ألف دينار، فنطلب من الحكومة هلا بالموجود وبالسوق ومساعدة الناس. استياء شعبي وغضب كبير من قبل المواطنين في جنوبية صلاح الدين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس قبيل حلول عيد الفطر المبارك، مطالبين الجهة الرقابية بتفعيل الدور الرقابي لتجار الأزمات. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.